ثاني وحدة، أنا كلمتك قبل فترة قلت لك عن جبر البنات على الزواج، هيه قلت لي حخصص حلقة عنها. أنا أقول لك شيء ونسيت. مختصر منها هيه وأنت تفتيني بيها أو هيه تعطيني رأيك. يعني هيه أنا صار الظروف زوجت بنتي جبر، الله يسامحك. هيه أي والله ظروف توفى والدها، ويعني تعرف نعم. مسؤولية هيه هيه تريدين وغيره، لا البنت يعني ما انسعدت بحياتها، يعني رغم انه الولد خوش ولد وحباب، بس زينيته احنا نقول بالعراق زينيته انه تكون خادمه لاهله. هيه وقت اللي ما تكون خادمه لاهله بكل النواحي هيه تشوف وجه ثاني. يعني هو متزوج خادمة لأهله. كل الاهله يعني والله هذه لا احنا تعرف يا أم نبر، يعني محمد. رغم هم اقرباء يعني إيه ونبر، أدري يعني احنا بس ندور البر رب العالمين، مو نعم نقول نقطع أدري الصله أدري ولا محمد، ولا بس إحنا فعلا لازمنا حلقة، فعلا لازمنا حلقة عن، لأن لازمنا نتكلم عن الزواج بحب، زوجوا بناتكم اللي يحبونه، زوجوا عيالكم اللي يحبونها، تتزوج واحدة تخلها خادمة لأهلك ولأخواتك، هذه والله لازمنا حلقة كاملة يا أم محمد. والله يا شيخ هي صار لها هسه تقريب فوق السنة عندي، لا حول ولا يعني قوة، تحملت زعلانة. يعني سنوات، يعني أقول لك 10 سنوات زين تحملت كيف واحد، أذية. كيف واحد يتزوج واحدة ويصبر ويحبها ويصبر إنها تزعل سنة؟ أنا ما والله أتخيل يا شيخ واحد يحب واحدة ويصبر على زعلها سنة، ما أتخيل هذا حب، يعني ما أتخيل هذا. يعني صح نعمان؟ ما أقول لك أنا ما يعني ذول يعني أهلي أحيانا مسج أبويا مسج وأمي. إذا وصلك مسج تحس إنه زعلان منك أو زعلانة منك تحاول تراضيه، فكيف سنة أرميها في البيت؟ هي زعلت مو وياه، هم الأهل أذوها، يعني وصلت لحد إنه يرفعون إيديهم أنا تتصرف أوعدك، إلها. أنا أوعدك أسوي حلقة عن هذا الموضوع، وعد. الله يخليك، أنا بدي أقول لك شغلة إنه عليها، إنه دي يقولوا لي ضغطي عليها لا خليها ترجع. تضغطي، لا 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 قلت تضغطي. لهم لا، أنا غلطت غلطة مرة وسويتها، وهذه كلها يعني ألوم نفسي أقول أنا سببها، لا لأن أنا تضغطي. جبرتها شوفي أم وهي ما تقدر محمد، ترجع. الحب نعم سيدتي الفاضلة، وأنتم أهل العراق أو أنتم أهل العراق، أفضل من يتكلم عن الحب، أفضل من وصف والله المشاعر هم صح، أهل العراق، أفضل من غنى للحب أهل العراق، أفضل من كتب قصائد في الحب أهل العراق، أفضل من تغزل ومدح وحب وأوفى أهل العراق. فسيدتي الحب لا يفرض ولا يجبر، الحب ليس قانون تفعله أو لا تفعله، الحب إن دخل قلبك كان هو المشرع لك، وكان هو المسيطر، وهو الذي يقودك ولا يقاد. الحب يقودك لكن لا يقاد، لا يجبر الحب ولا يجبر قلب ولا يجبر القلب على القلب، علمتي؟ فلا يجبر فلان أن يتزوج فلانة، نوع من أنواع الاغتصاب أصبح، ولا يجبر فلان أن يحب فلانة، أصبح نوع من أنواع الكراهية. فسيدتي أهل العراق لا يعلمون ما معنى الحب، لكن هو فضل منهم تعلمته منهم. أقول لهم أن الحب ليس إشارة ضوئية أقف عليها إن احمرت وأمشي إن اخضرت، الحب هو الذي يشرع، لا يقف عنده أحد ولا يوقفه أحد. أناس تموت من أجل الحب، أناس تنتحر من أجل الحب، أناس تسافر من أجل الحب، أناس تهرب من أجل الحب. فالحب لا يعلم الإشارة الضوئية، فلا تجبرون أحدا ولا تجبر أحدا على حب أحد، علمت يا أم محمد؟ يعني يقولوا لي رجعيها لأن عندها أطفال، يعني من يقول أنا ما أريد أرجع بعد، يعني فليأتي هو، مع احترامي أنا ما أنا أعلم في تنازلات لأنه في عيال، لكن أيضا هي الآن تعاني سنة قد ذلت وذهبت لبيت أهلها إلى النهاية. فلهذا أرجوك لا تكسريها. نعم والله يا شيخ صار لها بهذا الذل 10 سنوات. نعم وتحملت وجاهدت وكل اللي يخالف، لأن أنا ما أريد رب العالمين يحاسبني، ما أريد أغلط، ما أريد مثلا واحد يقول لي لا أنت ما تحملتي، كل هذا تحملته. بس تقول وصلت مرحلة ب
بعد خلص ما عندي يعني هاني أشتغل وأتعب ويدعون علي. نعم. أشتغل وأتعب يأذون أبويا هو متوفي، أشتغل وأتعب يدعون علي وعلى يعني أهلي. فبعد وصلت مرحلة يعني ما أقدر أوصل حتى ذاك البيت، ما أقدر أرجع له نهائي يعني. نعم نعم. المهم احتوي احتوي. إذا أنا وافقتها إنه ترفع قضية أذنب. نعم. أكون مذنبة. هذه حياتها والصلح خير. وإذا هي ما تريد. أيوه هذه حياتها. لأنه بس تقول له شيخ شيخ بس تقول له ما أرجع يتغير يعني 180 درجة. أختي هذه حياتها، هي أعلم بزوجها بس. أكثر مني ومنك. نعم. صحيح. خلها تاخذ قرارها. انت بسالك سؤال، ابو محمد عايش؟ لا توفى رحمه الله عليه. ظروف جبرته. ابو محمد بسالك سؤال، ابو محمد حي، حد يعرف طبع ابو محمد اكثر عنك؟ لا. وهي تعلم طبع. انا اخذت ابوها عن حب. ماشي بس حد يعرف طبع ابو محمد اكثر لا. عنك؟ بس خلص. لا لا فاجعليها هي تقرر، هي تعلم طبع زوجها. هي طبع آه زوجي. أنا أسأل عن نفسي أنا، يعني أنا هسه وياها ما أريد أجبرها. لا تجبري حياتها. أتحمل إثم؟ لا ما تتحمل لا حياتها. يعني أنت وظيفتك تنصحي لا تجبري. نعم هي تريد كلمك هم إن شاء الله إذا هيك تحت الهواء يعني مجريات غيرها إن شاء الله، بس عندي بعد شغلة ثالثة ولو طولت عليك. إن شاء الله. يعني اليوم إن شاء الله آخذ وعد منك تتصل بي لأن اعطيتني وعد مرتين. أنا آسف والله أنا آسف. إن شاء الله. عينك دكتور عندي صلة رحم أنا أنت تتكلم هواي عنها. نعم. أنا عندي أخويا مقطوعة صلة رحم من عند هو قطعها من 2014. نعم. ولحد الآن. نعم. يعني ردت حقي من أبويا يعني صاحبة أي كذا من طالبت حق أبويا يعني. يعني قطع الصلة وياي وحتى حرق أخوتي وحاولت أتصل بي، حاولت إنه يعني أرجع المياه إلى مجاريها، وأكو يعني هواي أموراني يعني على الهوا ما أقدر أقول لك إياها. خلص خلت تحت الهوا. خلص خلص من عندي حتى ما أحرجك أم محمد، حتى ما أحرجك خلت تحت الهوا.